أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل وغازي. أمتى مساء، مساك الله بالنور والسرور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة. واليوم راح ناخذ مجلة الوطن الرياضي 28 نوفمبر 1993، انتصاراتنا في الرماية عجزت عنها الفرق الأخرى، التوقف فرصة لمراجعة حسابات اليد المريفع، طبعا ظهر بدر المريفع، بدر المريفع ابو حمد، نعم ادارتنا سبب تدني مستوى الفريق، لاعب نادي اليرموك، لاعب نادي اليرموك ومنتخب بعد، نعم هي عنده شمال صعبه صراحه وما ترحم اوف. طبعا حوار مع محمود الدوسري مقرر لجنه الرمايه الاولمبيه، يقول محمود الدوسري: لولا رعايه جابر الخير وسعد الكويت لاندثرت الرمايه، انتصاراتنا في كأس العالم عجزت عنها الفرق الأخرى، أعظم مسام للرماة دورهم العظيم في المقاومة. سمو الأمير طبعا لدى استقبال أبطال الرماية الشيخ جابر، صورة جميلة طبعا مع الشيخ جابر، وكذلك علي الضفيري أمين سر اتحاد الجمباز، هذه صورة علي الضفيري أمين سر اتحاد، يقول: للأسف الكل متشائم من الوضع الرياضي، ولكن الحمد لله هناك نتائج جيدة لبعض الفرق والكل يسعى جاهدا لتحقيق أفضل النتائج. وهذه صورة طبعا لسلمان، الشيخ سلمان الحمود اللي طبعا كان رئيس مجلس إدارة نادي الرماية، رماية. وإني هذا أحد الناشئين، فتحي عبد الفتاح بطل الناشئين بالتنس، بدايتي كانت في العربي وهناك أسباب لانتقالي في اليرموك. فتحي محمد عبد الفتاح من مواليد الكويت عام 1979، ولاعب التنس الأرضي بنادي اليرموك الرياضي، حصل أخيرا على بطولتي 15 و17 سنة من ينضمها الاتحاد، لاعب يحسب للاعبين في حساب. بدأ طبعا ممارسة لعبة التنس عام 88 بالنادي العربي وعيد مدرب سيد عبد الفتاح والمدرب الوطني عبد النبي مجادي حتى عام 1990، الأمر اضطره وأسرته العودة إلى مصر، ولكن لم ينقطع التدريب بل شارك في العديد من البطولات المحلية هناك على مدار 7 أشهر حتى أصبح اللاعب رقم 1 على مستوى الإسكندرية لفئة تحت طبعا 12 و14 سنة، والمصنف رقم 2 على مستوى الجمهورية. هذه أخبار سنة 93، ها؟ إيه نعم 93. عندنا كذلك بدر المريفع يقول: على كرسي الاعتراف. بدر المريفع: إدارتنا سبب تدني النتائج وتتحمل ما أصاب الفريق. هني هذه طبعا فريق اليرموك، صورة جماعية لفريق نادي اليرموك، باع أبو حمد. إيه نعم صورة جماعية لفريق نادي اليرموك. وهني يقول: زكريا خير من يدرب المنتخب، صالح زكريا. صالح زكريا صحيح. يقول: وأسعى لتمثيل أزرق. فعلا يعني مثل يقول: جلده طلبني بالرقم فبعثت له الإدارة عدنان شعيبي. هذه نذكرها، هذه أبو حمد تذكرها. لا نذكرها الحين. يقول: طلبني بالرقم الظاهر، قال أبي رقم كذا من اليرموك، أي رقم 2، رقم 2 من اليرموك دزول له رقم 3 عدنان شعيبي طبعا، والنعم فيه وفي عدنان شعيبي. نعم كلهم نجوم، كلهم نجوم صراحة. أيوة والله. صالح زكريا، هي صورة لي صالح زكريا اللي قال طبعا: خير من يدرب منتخب الكويت. تكلم عن أمور كثيرة يعني، وتكلم أن المدرب الوطني عبد اللطيف الرشدان كان سبب في عودة أغلب اللاعبين اللي ابتعدوا عن الفريق إلي مرة أخرى. أبو سليمان نمسي عليه بالخير، من اللي خدموا الكرة في نادي اليرموك ومع المنتخب. نعم، فيقول: فهو القلب النابض، كابتن عبد اللطيف الرشدان القلب النابض لنا، ووجوده شيء نفسي جيد بالنسبة للاعبين. هذا طبعا تكلم عن عبد اللطيف الرشدان. هني طبعا هذا الرجل جبر الجلاهمة عملاق، من أفضل حكام في الكويت من نهاية الستينات لنهاية السبعينات، كان من أفضل حكام. بس شو رايك نطلع فاصل ونكمل وبعدين نشوف رحمة الله عليه كابتن
جبر الجلامة حكم الدولي. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا كنا نتكلم في البارت الأول عن عالم الرياضة وغازي. نعم، الوطن الرياضي. الوطن الرياضي طبعا عام 93، طبعا جبر الجراهمة يقول بدأ بعد اعتزاله كلاعب في أواخر الخمسينيات التحكيم مع بداية موسم 64-65، طبعا ورشح كحكم، هو اعتزل نهاية الخمسينيات والتحكيم بداية موسم 64-65، ورشح كحكم الاتحاد الدولي الفيفا في 30 من شهر يونيو عام 71، وحصل على الشهادة الدولية التحكيم في 10 يناير لعام 72. نجح جبر الجراهمة في إدارة كافة المباريات نجاحا جذب انتباه الجميع من اللاعبين وإداريين المسؤولين في اللعب، ويعتبر من الحكام الدوليين اللي ساهموا في نجاح تطور مستوى التحكيم. أداء جبر الجراهمة العديد من المباريات الدولية، وشارك في تحكيم عدة بطولات منذ عام 71 حتى أواخر 75، منها دورات الخليج والتصفيات الآسيوية. صحيح. طبعا تولى العديد من المناصب القيادية والإدارية، حيث عمل سكرتير لجنة الحكام في الاتحاد الكويتي لكرة القدم عام 73، وعضو في لجنة تدريب المنتخبات الوطنية عام 75. كما تم انتخابه عضوا في إدارة مجلس إدارة نادي السالمية في موسم 69-70، عضو مجلس إدارة، عندما كان المجلس يتكون من عبد العزيز رشيد رئيسا، عبد الله صريع أمينا السر، وجاسم القيان أمين الصندوق، وعضوية يوسف الخالد ويوسف الشراح وعبد محسن الغربلي وعلي نجف ومرضي الأذينة وعبد اللطيف السند وجبر الجراهمة، هذا الأعضاء مجلس إدارة نادي السالمية عام 69-70. كما كانت له مشاركات ومساهمات في تشكيل وتأسيس اتحادات رياضية في أول عهده. طبعا يعد من أبرز لاعبي فريق الخليج في أواخر الخمسينيات، هذا كان فريق الخليج من أفضل الفرق. صحيح. يعني أغلب الأوقات متصدر، وهو نواة فريق العربي، يعتبر في وايد ناس عبالهم يعتقدون بفائدة العروبة، لكن هو الأساس، ترى 70% من الخليج و30% من العروبة والتعاون. اي والتعاون طبعا، لكن المجموعة الأكبر اللي راحت للعربي هي من نادي الخليج. طبعا من أبرز لاعبي نادي الخليج في أواخر الخمسينيات لما صكوا الأندية عام 59، وكان مع زملاء اللعبوا بجانبه في الخليج والعروبة، يعني لعب كذلك في الخليج والعروبة، حسن ناصر، علي ناصر، محمد دالوي، عباس الشمالي، عبد العزيز الخطيب، محمد حبيب، الشيخ سلمان الحمود، محمد رشود، دسمان بخيت، مسعد المسعد، وحسين درة، ومحمد المنصور. طب كما شارك خلال وجوده في نادي الخليج في العديد من اللاعبين المعروفين، منهم طبعا عبد الحميد مطر، أحمد حميدة، فيصل مطر، سلمان المضف، جبر الجبر، فوزي، أعتقد سليمان المضف مال الملاعب يمكن، فوزي جلال، زاهي كمال، جمعة حيدر، وحمود عبد العزيز، وعبد الحميد عيسى، وعلي فودر، وشغل الجراهمة مركز قلب الدفاع عام 65. يعني كما انتخب وشارك عدة مواسم إدارة مجلس إدارة نادي العربي، كان عضو مجلس إدارة عام 67-68 وعام 83-84، وهو طبعا حاليا يعني في عام 93 المدير الداخلي وعضو مجلس إدارة نادي العربي، وعد الجراهمة من الشخصيات المحببة في الوسط الرياضي. يستاهل يعني، والله يستاهل، والله يستاهل. الطريف مع سعود الرباح، رحمه الله عليه سعود الرباح، نجم نادي القادسيه والمنتخب الوطني لكره السله. هناك موقف طريف طبعا قديم شوي، في سنغافوره كنا طالعين واول مره نركب تلفريك، هذا الصندوق اللي يمشي فوق وبين الارض والسماء، كان معانا الله يذكره بالخير خليفه جواعد. المهم وقف فينا هذا التلفريك، ولم نتوقع صاحبنا خليفه خواف لهذه الدرجه، صحيح اننا تعلقنا بين الارض والسماء، ولكن خليفه ذبحنا من الضحك وكان جدا خائف، وكان الفريق كله في هذا الصندوق. وصلنا التجوري بغازي، تجوري انا الصوره الجميله هذه صوره وائل سليمان، هديه مجله الوطن الرياضي، صوره جميله للكابتن المئوي او الكابتن الذهبي المئوي، لان عدى 100 مباراه دوليه، والكابتن الذهبي لانه صاحب اول هدف ذهبي على مستوى العالم، واول لاعب يحترف يصير محترف خارجيا بالكويت الكابتن
وائل سليمان ننهي فيها حلقتنا. أعزائي المشاهدين في نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى نراكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.